السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. متابعي قناة تدبير، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. تدبيرتنا لنهار اليوم حلوة جافة قلوب الشوكولا، حلوة بزاف بنينة خفيفة، والسر اللي خليها طرية لمدة طويلة. العجينة درنا الشيكولا ولصقناها بالشيكولا وغطيناها تاني بالشيكولا، مخدومة كامل بالشيكولا، على بها سميناها قلوب الشوكولا. نروح نشوف المقادير وطريقة التحضير. نبدأ بعد بسم الله. عندنا هنا مارغرين أوبلي 250 غرام، هاد المارغرين تبان بيضة، راح نضيف عليها 250 غرام مارغرين لابيل، وهكا نكون تحصلنا على 500 غرام مارغرين. نقطعوها مكعبات، نضيفوا عليها كوب صغير تاع الزيت، زيت العادية، ونضيفوا حبة بيض، ونمكسيو كامل المقادير بالباتر. هذا الخليط راح نضيفوا عليه كوب سكر غلاس، الكوب اللي كيلنا به 220 مليلتر. راح نضيفوا زوج مغارف كبار شوكولا ماكسون. هذا هو السر اللي يخلي الحلوى تاعنا طريه. نضيفوا تاني زوج مغارف فرماج طري، هذاك تاع البيدون، على بها قلت لكم هاد الحلوى بزاف طريه، ما مشي تقعد مده طويله، قد ما تطول قد ما تطرى. لهنا رايح نحبطو كامل الحواف. نخلطوا كل المقادير، هي كل عيد نديرو لي صابلي، بصح نسيو نبدلو شويه. الخليط تاعي ولا اللون تاعو لون بني. راح نضيف كاكاو بني، زوج معالق كبار، نغربلوهم باش نتفاداو الحبيبات. عندي هنا مغرفة صغيرة لافاني، هنا راح نستعمل يدي باش يتجانسوا كامل المكونات. لهنا راح نضيف كوب مايزينا. مقادير دائما نديرهم بنفس الكوب اللي كيلت به السكر اللي راح نكيل به مايزينا. هنا راح نضيف الفارينة، عندي هنا 3 اكواب فارينة. ندير الفارينة تدريجيا، نشوف العجينة تاعي ولا تمسكت ولا مازال. هنا الكوب الثالث، راح نضيف الكوب الرابع، العجينة ما نعجنوهاش نطموها برك. نتحصلوا على هذا القوام، نخلوها في الفريجيدار تريح مدة ساعة. نفرشوا العجينة على طاولة العمل، فرشت لها ورق بلاستيك وغطيتها بورق البلاستيك، هاد الأوراق نلقاوهم في الديول. نفتح العجينة على سمك نص سنتيمتر، ونطبعوها بالطابع تاع القلوب، كل وحدة الشكل اللي حباتو.
المول تاعي ما حطيتوش في الفارينه، على بها راه يلصق نحيهم غير بلاقل حتى نعمرو السنيوه تاعنا. الفور تاعي كنت سخنته على 160 درجه، نكمل كامل العجينه اللي عندي نحيهم غير بالعقل. اللي راهم فوق الساشيت نحاولي عادي. كيما نقدروا نبدلوا الاشكال، هنا درت وريدات صغار. الحلوى تاعي نطيبها على 160 درجه، نطيبها من الفوق ومن التحت، يطيبولي على اللون الذهبي. هذه هي الكميه اللي عطات لي. راح نلصقهم بالشوكولا، شوكولا ماكسون. نكمل كامل هاد الكمية، نلصقهم كامل ومن بعد نروح ندوب بالشوكولا. هاد الشيكولا نحيتها من الكونجيلاتور، عدبتني كنت نقطعها. نديرها في غيسيبيان، ندوبها في حمام مائي، ونضيف لها زوج مغارف كبار زيت عادية. وراح نضيف كاوكاو ملحي خشين. هذا الكاوكاو حمصته، كي نضيفوا لها الكاوكاو ملحي خشين راح تعطينا شكل شباب للحلوى تاعنا. لهنا رايحين نغلفوا الحلوى تاعنا. نحطها تقطر وتنشف. ويبقى التزيين اختياري، كل وحده تزينها كيما تحب. هاد الحلوى بزاف بنينة، على بها درت 500 غرام مارغرين باش تعطيني كمية كبيرة. نتوما تقدروا تنقصوا المقادير، تقدروا ديروا 250 غرام تنقصوا كامل المقادير، كما تقدروا تضاعفوا باش تعطيكم كمية أكثر وأكثر، سقطوا في العياد ولا في العرس. بعد ما نشفت الحلوى تاعنا راح ننقيها. هنا راح نديرهم لا دونتيل دوري على خاطر زينتهم بالدوري، ونديرهم داخل الكيسات. ورايحين نشوفوا الحلوى تاعنا في طبق التقديم. الحلوى تاعنا راهي واجده، عطتني كميه زاكيه. هذه هي الحلوى اللي تفرحي بها ضياف وما تخطيناش في الاعياد والمناسبات. جربوها ورجعوا لي الخبر في التعليقات. لحقنا لنهايه الفيديو، ما تبخلوش علينا بلايك واشتراك في القناه، حفزوا لي القناه تاعي باش نزيد نواصل. ملاقات الخير في فيديو واحد اخرين. سلام.